تروح. نروح للثانوية العامة اللي للأسف الشديد ربما تكون السمة الرئيسية لها تسرب الامتحانات، وهذه ليست ظاهرة جديدة، لكن الحقيقة كم الامتحانات اللي تم تسريبها هذا العام هو كم كبير، رغم إعلان وزارة التربية والتعليم أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تسريب الامتحانات، لكن كمان امتحان الاقتصاد النهاردة تم تسريبه على فيسبوك وتويتر، وتم القبض على طالبين بالقاهرة وبني سويف لتسريبهم امتحانات الثانوية العامة. معنا على الهاتف الأستاذ محمد سعد، رئيس عام امتحانات الثانويه العامه. مساء الخير يا فندم. نور يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. رغم تكرار وقائع تسريب الامتحانات الا انها تقررت اليوم ايضا، وتم تسريب امتحان ماده الاقتصاد كما حدث من قبل. واضح ان الحكومه او وزاره التربيه والتعليم من وجهه نظر الشارع عاجزه حتى الان عن ايقاف عمليات التسريب. طب اسمحي لي في البدايه بس يعني اوضح بعض المفاهيم لحضرتك وللساده المشاهدين. اتفضل يا فندم. احنا عندنا التسريب ده اللي بيطلق على ورقه السيره اذا ظهرت في اي مكان قبل بدايه الامتحانات. يعني في كل الامور قبل الساعه 9 صباحا ورقه السيره لو ظهرت في اي مكان ده بيعتبر تسريب. انما بمجرد الاسئله بتتوزع على 450 الف طالب يمكن اكثر بشويه، وجود 143 ألف ملاحظ ومعاون ومراقب، بتبقى الأسئلة فقد سريتها وبتبقى داخل المجال. اللي حصل طبعا بعض حالات محاولات الغش الإلكتروني، وده تم ضبط في كل الحالات اللي قامت بهذا الكلام من خلال غرفة العمليات اللي فيها ناس من وزارة الاتصالات ومركز تطوير التكنولوجي وزارة الداخلية. كل دول بيبقوا معديين بيرصدوا هذه المواقع اول باول، والدليل على ذلك ان تم القبض، وزاره الداخليه اعلنت ان تم القبض على طالبين كانوا موجودين وعاملين الصفحات بتاعتهم وتم اغلاقها اليوم. طيب يا فندم، بس الامتحان اتسرب ولا ما اتسربش؟ اتسرب. لا ما اتسربش، دي محاوله غش. اي فندم، بس الامتحان زي ما حضرتك تفضلت كان موجود على صفحات التواصل الاجتماعي، لا يعد هذا تسريبا؟ لا يا فندم، يعد تسريبا لما يحصل زي ما كده حصل في الحاله في الازهر الساعه 3 فجرا، وفي الحاله دي طالما ظهر قبل بدايه الامتحان لكل الطلبه فده بيعتبر تسريب. طب يا فندم، ما هو لو اتسرب حتى اثناء الامتحان ما هو برضه تسريب في النهايه. لا ده مش تسريب يا فندم، اسمها غش او محاوله غش. طيب، ما هو واضح كده ان في مشكله في ضبط المساله من الناحيه التكنولوجيه، من ناحيه الاتصالات. كيف يتم تسريب هذه الامتحانات؟ هذه هي المعضله التي تواجه. برضو حضرتك معلش، ارجو ان سيادتك تنقلي الكلام اللي انا بقوله مش لسيادتك بتقوله. انا بقول لسيادتك بعد الامتحان يبدا، دي اسمها غش او محاوله غش. طالما الورقه اتوزعت على كل الطلبه وبانت لكل الطلبه الملاحظين، هذه الورقه فقدت سريتها تماما. امتحان اللغه الانجليزيه مع الاتصالات ومع التكنولوجيا يا استاذ محمد، جايبين وزاره الاتصالات، جايبين وزاره الداخليه، والدليل على كده ان تم اكتشاف المواقع دي وتم غلقها بالفعل وتم القبض على الطلبه اللي قاموا بهذا الكلام. طيب، اذا كنت حضرتك متحفظ على فكره تسريب الامتحان، نخليها متحفظ لحضرتك. طيب حفظ. طيب يا فندم، نخليها محاولات الغش. تمام يا فندم. ما هو حضرتك بتصنف محاولات الغش ده بتوفر فرص عادله للجميع؟ بنربط الطالب في الحال، بنكتشف الطالب ونبلغ رئيس اللجنه، واحنا عندنا عدد حالات من الطلبه تم اكتشافها وتم ضبطها داخل اللجنه بطلب رئيس اللجنه فور حدوث محاوله الغش، والطالب ما بيتنقلوش ورق، ما بيتنقلوش الاجابات اللي بتبقى موجوده، والطالب ده بيتحول للتحقيق، وكل الطلبه اللي تم ضبطها لالغاء الامتحان بالكامل لالغاء الماده حسب نوع محاوله الغش بتاعته. بالظبط زي ما حضرتك تفضلت. الغش هيتلغي امتحانه بالكامل. طيب استاذ محمد، كده احنا واصلين لنقطه اتفاق. هناك محاولات للغش اثرت على سير العمليه الانتخابيه، وكان من الانتخابيه ولا الامتحانيه؟ العمليه الامتحانيه، انت عارف احنا خارجين من الانتخابات. العمليه الامتحانيه فادت ان وزير التربيه والتعليم يقرر مثلا الغاء ماده اللغه الانجليزيه واعاده الامتحان مره اخرى. اذا هذه المحاولات ده ما حصلش. هذه الانباء غير صحيحه طبعا مطلقا، يعني مش عارف جايبه حضرتك المعلومه منين. لا يا فندم، دي الاخبار المنشوره يا فندم. اللي حصل الامتحان الانجليزي كان فيه بعض الصعوبات
وبعض النقط زي قطعتين الكومبرنشن اللي كانوا موجودين، وتم انتشار الماده، عمل عينه استثنائيه وتم تعديل نموذج الاجابه وفقا لما هو لصالح الطالب. ده اللي تم في اللغه الانجليزيه بالظبط. يعني حضرتك شايف ان محاولات الغش اللي كانت موجوده لم تؤثر على سير الامتحانات، والدليل انها لم تؤدي الى الغاء اي ماده من المواد اللي بيتم الامتحان فيها. بالظبط يا فندم. بس في النهايه تبقى المساله، ولا حضرتك مش معايا ان احنا طبعا يعني كل احنا حضرتك غرفه العمليات وفريق المكافحه الغش الالكتروني ما بينامش عشان يكافح ده. ازاي بقى يا فندم بتكافح؟ التطور التكنولوجي موجودين على 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 سيرفرات بوقت كامل، ووزاره الاتصالات اكثر من 20 واحد شغالين معانا في هذا الموضوع. بدليل ان احنا اللي اكتشفنا الموقع واحنا اللي بلغنا سياده النائب العام. يعني احنا اللي مكتشفين واحنا اللي مبلغين، مش حد اللي اكتشف لنا. طيب يا فندم، زي ما حضرتك تفضلت انتوا بتقوموا بدور، لكن هي المساله كيف سيتم احكام السيطره؟ والحقيقه احنا مش يعني لما بيكون في خطا وقع يعني علينا ان احنا نتداركه كدرس مستفاد حتى لا يتكرر مره اخرى. فاحنا اقول لسيادتك على حاجه، يعني النهارده كان في تكنولوجيا جديده ما كانش موجوده في الايام اللي فاتت واحنا اكتشفناها برضه. دايما الطالب اول دايما زي ما نقول اللي عايز يعمل حاجه غلط ليه 100 سكه. النهارده برضه اتعملت الطريقه الجديده واحنا برضه اكتشفناها، فريق مكافحه الغش الالكتروني اكتشفها، مفيش داعي اقول عليها عشان خاطر ما نعلمهاش للناس. لكن اقول لسيادتك يعني احنا بنتابع اول باول، والموضوع ده يعني احنا واخدينه بمحمل الجد والاهميه، وطبعا ما حدش ليه مصلحه وخاصه وزاره التربيه والتعليم ان في اي حاجه تكسر بيها الامتحانات. ولا الاعلام كمان يا استاذ محمد والله. يعني ما نطرحه من حضرتك من اسئله هو محاوله للاجابه على بعض المخاوف الموجوده لدى قطاعات. لا يا فندم، الامر لله. انا بشكر حضرتك على تعاون حضرتك، استاذ محمد سعد رئيس عام امتحانات الثانويه العامه، متحدثا للعاشرة مساء، ويؤكد ان حالات الغش اللي تم ضبطها تم التعامل معها بشكل سريع وفوري، وان هناك تعاون الان يجرى مع وزاره الاتصالات للسيطره على